الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فتهديكم تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت هذا الإصدار، والذي هو بعنوان مكفرات الذنوب. الدنيا دار افتراق وتلاق، فما السعد فيها بباق. فكم افتقر من غني، وكم مرض من قوي. كم افترق فيها من شمل، وكم ضمرت فيها من بسمة. ذنوبي قد طغت عني جوابي، فما عذري غدا يوم الحساب. فكم شاب يلوح على الشباب، وشبابي. مكفرات الذنوب. أعمال مخصوصة كإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين خالصتين لله لا يحدث فيهما نفسه. مكفرات الذنوب. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. يا نفس توبي من العصيان واجتهدي، ولا يغرنك الإبعاد والملل. مكفرات الذنوب. الصلاة كفارات، الزكاة كفارات، الصوم كفارات، إقامة هذه المباني كفارات. ثم احذري موقفا صعبا لشداتي. مكفرات الذنوب. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والآن مع فضيلة الشيخ. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، العلم بالله تبارك وتعالى والإيمان به هو السبيل إلى كل خير، والجهل بالله تبارك وتعالى ومعصيته ومخالفة أمره هي السبيل إلى كل شر، قضى الله تبارك وتعالى بذلك. والعلم بالله تبارك وتعالى والإيمان به طريقه أولا النظر في مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته. كل ما سوى الله تبارك وتعالى فالله خالقه وهو ربه جل وعلا، فالله رب العالمين، وكل ما سوى الله هم عالم، الله ربهم جميعا، هو الذي أبرزهم من العدم إلى الوجود، ولم يشارك الرب تبارك وتعالى أحد في خلق شيء، الله خالق كل شيء. والنظر في هذا الخلق باب عظيم جدا، كتاب مفتوح من الجزء الذي لا يرى إلى هذه الأجرام العظيمة، وفي كل جزء آية من آيات الله تبارك وتعالى، لأن الله من صفته أنه هو الذي أحسن كل شيء خلق، فهو بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. عرفنا الله تبارك وتعالى بهذا، وأمرنا أن ننظر فيه لنعرفه جل وعلا، من مثل قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا تعريف بالرب سبحانه وتعالى الإله الخالق، وتعريف بهدف الرسالة. عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فالشمس العظيمة وهذه الأرض العظيمة وما ذكر الله تبارك وتعالى فيها، النظر في
هذه المخلوقات يؤدي إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا باب، وهذا باب عظيم وكتاب عظيم يتوفر الإنسان ممن يسموه عالم حتى يحصل على شهادة، أعلى شهادات الأرض تسمى الدكتوراه، يتوفر على جزئية صغيرة من الخلق ولا يستطيع أن يأخذ على شهادة الدكتوراه في سن من الأسنان، في العين، في مرض، في فيروس، في ورقة من شجرة، في نبتة، في حشرة، يمضي عمره كله في تعلمها ويأخذ أطول شهادة في الأرض تسمى شهادة الدكتوراه في هذه الحشرة أو في هذا المرض أو في هذه الآفة ولا يحيط علما بها. وهذه جزئية صغيرة جدا من خلق الله تبارك وتعالى. فهذا الرب الإله العظيم نشر آياته وبثها على هذا النحو لنتعرف عليه من خلال النظر في مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات، هذا باب. الباب الثاني تعريف الله تبارك وتعالى نفسه إلى عباده بما أوحاه إلى رسله سبحانه وتعالى. الله احتجب عن مخلوقاته بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، لأن الذي يقع تحت الحس مذلول، والرب هو الإله العظيم سبحانه وتعالى كبير، فقد احتجب عن مخلوقاته بكبريائه وعظمته وسلطانه، وقد جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلف. ولما سأل موسى ربه أن يراه في الدنيا قال له تبارك وتعالى يا موسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بوحي من مثل قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يثقله يكرثه حفظهما وهو العلي العظيم. القرآن كله حديث الرب عن نفسه جل وعلا من أول آياته لآخر آياته. فمن أراد أن يعرف من هو الرب جل وعلا يقرأ كلامه يعرف من هو الرب، وأن إلى ربك المنتهى
وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمار. هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. مما عرفنا الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى، مما هو موضوعنا في هذه الليلة، صفتان من صفاته: أنه الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وأنه الرب الجبار شديد العقاب شديد البطش، إن بطش ربك لشديد. ومن آثار هاتين الصفتين خلق الجنة والنار. الجنة أثر لرحمته، والنار أثر لعقوبته. ورحمة الله تبارك وتعالى وإكرامه وإنعامه على الطائعين من عباده لا حد له ولا حصر له، ولا يمكن تخيلها ولا تصورها. على الحقيقة أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شيء هائل جدا من الإكرام والإنعام والإفضال والتكريم والتشريف. وما عده الله تبارك وتعالى لعقوبته لا حد له من العذاب والنكال، والقرآن كله مليء بهذا. وهذا الآيات التي قرأناها من سورة الطور في صلاة المغرب تختصر هذا، هذه القضية. أخذه أعداءه بالشدة والبطش والعقوبة التي لا تماثلها عقوبة، وإكرامه لأوليائه إكراما ليس بعده إكرام. يقول الله تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أقسام: إن عذاب ربك لواقع. يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام كلها، وهي من مخلوقاته، معظما نفسه سبحانه وتعالى بأنه خالقها جل وعلا. ثم يقول: إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع، ما يستطيع أحد أن يدفع عذاب الله، لا بد يقع. ثم بين متى، فقال: يوم تمور السماء مورا تتحرك وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. هذا تهديد منه سبحانه وتعالى، الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، الدع الدز بقوة، هذه النار التي كنتم بها تكذب. أي يقال له: اصلوها فاصبروا، يعني على عذاب النار، أو لا تصبروا، هذا الذي تلاقونه هو جزاء عملكم. هذه صورة، وهذا أثر من آثار بطشه وعقوبته سبحانه وتعالى وإنزاله غضبه بأعدائه. وفي السورة المقابلة قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم. الفكه المرح الفرح خفيف الروح، فكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا، هذا أكل الجنة وشرب الجنة، هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، أصدقاء تصف لهم سرر الذهب، يجلسون بعضهم لبعض، لأنه لا عمل ولا شغل وراءه للمنادمة والمتعة بحديث بعضهم لبعض. وزوجناهم بحور عين. ثم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في منازلهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء. يعني لا ينزل الوالد إلى ابنه الذي هو دونه في العمل، بل يرفع الابن إلى والده الذي يسبقه في العمل. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قشمرة، مع أن خمر الجنة يفجر تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، وانتزاع كأس، انتزاع أحدهم الكأس من يد صاحبه مثل قشمرة. وإلا فليس الانتزاع لقلة الشراب، فالشراب أنهار تجري، ولكن يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تفكر، تذكرون ما كان منهم. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا قبل في الدنيا في أهلنا في الدنيا مشفقين، خائفين أشد الخوف من العذاب، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، عذاب النار. إنا كنا من قبل ندعوه، كنا في الدنيا ندعوه، إنه هو البر الرحيم. ثم قال جل وعلا فذكر، ذكر بها، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا يجب أن نعلمه لنعرف الرب، لأن من جهل الرب جهل، تجرأ عليه. الباب الثالث من أبواب معرفة الرب سبحانه وتعالى تصريف، أنه يتصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا شريك له في هذا التصريف، كل أنواع التصريف. فهو الذي يحيي ويميت ويذل ويعز ويغني ويفقر ويمرض ويصح ويهدي ويضل، كل التصريف يده سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن أعظم تصريفه في خلقه أن جعل منهم مؤمن وكافر، هل أعظم تصريف؟ لأن المرض والصحة شأن يسير، والضحك والبكى في الدنيا شأن يسير، لكن الضحك والبكى في الآخرة لا، شتان ما بين ضحك أهل الجنة وبكاء أهل النار، هذا أمر ما يستوي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما في. وليست الفروق فروق كالفروق في الدنيا بين الغنى والفقر وبين المرض والصحة، لا، أمر مختلف تماما. فهذا أعظم تصريف بالهدى والضلال، لأن مآل الهدى إلى جنة قد جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان الحبور والسرور، ومآل الضلال إلى نار جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان النكال والعذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني حتى من يلقى في النار ما يلقى بإيديه ورجليه يقدر يقفز، لا، يلقى مكبلا. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. يتقي بوجهه، الإنسان إذا وقع في خطر بإيش يتقي؟ يتقي بإيديه، بإيديه برجليه، حافظ على وجهه لأن الوجه أشرف شيء، لكن هذا يتقي بوجهه، يدفع عن نفسه العذاب بالوجه لأن يديه مكبلة ورجليه مكبلة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. من جهل هذا جهل الرب، فمن جهل أنه البر الرحيم المتفضل المنعم المكرم سبحانه وتعالى يكرم أهل طاعته، هذا الإكرام الزائد عن الحد، لا حد له، الذين أحسنوا حسنى وزياد، هذا رزقنا ما له من نفاذ، ما يعطيهم قدر حاجتهم، لا، أقل أهل الجنة يعطى 10 أمثال الدنيا وشجرة في الجنة تكفيه، بل لو أخذ قطفا منها يكفيه طول عمره، كما قال النبي في قطف الجنة، قال أريد الجنة والنار دون هذا الجدار، وقالوا يا رسول الله تقدمت وفي الصلاة صلاة الكسوف، قالوا تقدمت وتأخرت، رأيناك تفعل شيئا لم تكن تفعله في الصلاة، تقدمت وتأخرت، قال عرضت علي الجنة والنار دون هذا الجدار، فلما رأيت الجنة يقول تقدمت لأخذ منها قطفا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، كانت الأمة تأكل منه ما الدنيا ما بقيت قطف واحد. وذلك أن كل ثمرة في الجنة لابد في التو واللحظة أن ينبت مكانه، ما في شيء ينقص الجنة، إذا أكلت جاء ما محلها مكانها شيء. لكن لما إذن كل هذا إكرام؟ هذا زيادة في الإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذه العقوبة، والإكرام هذا الإنعام. الجهل بهذا جهل، فمن ظن أن الرب هو الرحيم الغفور ولا شيء وراء ذلك تجرأ، تجرأ وأساء الأدب. ومن ظن أن الرب يعاقب فقط يأس، ولا بد من هذا وهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم
لو يعلم المؤمن ما أعد الله تبارك وتعالى يعني من العذاب ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى من المغفرة ومن الرحمة ما يئس من رحمته أحد. ولذلك لا بد من هذا وهذا. فالمؤمن إذا علم ما أعده الله تبارك وتعالى من النكال والعذاب لأهل معصيته ما طمع أحد في جنته. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد من خلقك إلا ودخلها. هل ما في أحد من خلقك يسمع بهذه الجنة وما أعددت فيها إلا ودخلها؟ ثم حفظ الله تبارك وتعالى الشهوات، ثم قال له اذهب فانظر إليها. فلما ذهب ونظر إليها بعد أن حفها الله تبارك وتعالى بما حفها بها من المكاره قال أي رب والله لقد ظننت ألا يدخلها أحد من خلق. للعقبات التي دون ذلك. ولما خلق الله تبارك وتعالى النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال والله يا ربي لا يسمع بها أحد من خلقك، لا يسمع بها أحد من خلقك فيدخلها، أي واحد يسمع بها يفر منها. فحفها الله تبارك وتعالى بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إليها. فلما ذهب ينظر إليها قال والله يا رب لقد خشيت ألا ينجو منها أحد من خلقك. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالشهوات وارتكابها طريق النار، والمكاره وخوضها وتحملها طريق الجنة. موضوعنا اليوم عن المعصية. المعصية معصية الرب شيء عظيم. ليش عظيم؟ لأنها معصية الرب الإله الذي خلقك وسواك، فمعصيته معصية. وأصلا ليست هناك معصية إلا هي تكون في حق الرب، لأن حتى ما يسمى معصية في التقصير في حق المخلوق هو في النهاية في حق الرب، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع ما شرع، حل الحلال حرم الحرام، جعل لكل حق الحق. حق الوالدين من الذي أحقه؟ الرب الإله سبحانه وتعالى. فكل ذي حق حق، كل ذي حق ما حق الله تبارك وتعالى حقه وجعله حقا إلا الله سبحانه وتعالى. معصية الرب إخوة شيء عظيم، شيء كبير. ولا شك أن معصية الرب تتفاوت، فأكبر ذلك الشرك به سبحانه وتعالى والكفر به، كما جاء في الحديث حديث عبد الله المسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهو خلقك يعني والحال أنه هو الذي خلقك. فالشرك بالله تبارك وتعالى هذا ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى ولا يقبله من أحد مهما كان، لا من ملائكته ولا من أنبيائه ورسله ولا من أدنى عبد من عباده. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الملائكة قال تبارك وتعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال لأنبيائه ورسله، قال لخاتم رسله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ما دون الشرك والكفر معاصي، مما جعله الله تبارك وتعالى معصية. كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى معصية وذنب. وهذه الذنوب بعد الكفر والشرك في كبائر وفي صغائر، وكل ذنب مكتوب، كل ذنب ولو صغر محسوب ومكتوب. وهو يرهن فاعله، ومعنى يرهنه يعني يجعله تحت المشيئة وتحت العقوبة وتحت المؤاخذة والمحاسبة، صغير ولا كبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك كان أولى عمل يعمله الإنسان أن يفر من ذنب، أن يفر من الذنب مهما كان. ربنا أخبرنا أن أول ذنب عصي به من هذا الجنس آدم وذريته معصية آدم، وكانت المعصية مخالفة لأمر الله. كل من هذه الشجرة، كل من شجر الجنة كله إلا هذه الشجرة لا تأكل منها، فعصى وأكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عليه. ليس الأكل من الشجرة إثم في ذاته، يعني مو فاحشة، مو منكر في ذاته، وإنما أنه منكر لأنه مخالف، خالف أمر الله بس.
فكان هناك مسائل. قال تبارك وتعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن فر من المعصية. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا كان من رحمة الله كما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الفرار من المعصية، هذه عمل العبد المؤمن الدائم، كيف يفر من معاصيه ومن ذنوبه ومن أخطائه. سأسرد بعض ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي من هذا العمل، كيف الإنسان يفر من معصيته. أول شيء هو التوبة. إذا وقع في معصية فهذا يجب أن يفر منها بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة تعني الرجوع إلى الله، تاب معنى رجع إلى الله عز وجل، يعاود الحق وأن يستغفر. الاستغفار طلب الغفر، يعني طلب الستر، أن يستر الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وطلب المحو، أن يمحو الله تبارك وتعالى هذا الأمر من سيئاته ومن كتابه. ولا يكون هذا إلا بالندم على هذا الفعل، وأنه قد وقع منه ما يستحق به العقوبة لأنه خالف الأمر الإلهي، وأن يكون في قلبه عزم على أن لا يعود على ذلك. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه فتح هذا الباب على نصر: يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم لا يقفل باب التوبة بالنسبة للعالمين إلا إذا خرجت الشمس من مغربها، وذلك أنها إذا رجعت من المغرب ورآها الناس آمنوا جميعا، وهذا وقت لا ينفع فيه الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وأقول من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يغفر الذنب كله ولو كان كفرا وشركا بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تبارك وتعالى في شأن من وقعوا في الشرك، قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. علما أنهم وقعوا في الكفر والشرك، وتعجب الله تبارك وتعالى من دعواهم والإيمان مع يعني تحاكمهم إلى غير حكم الله تبارك وتعالى. قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فدعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة والاستغفار، وأنهم لو فعلوا هذا واستغفر لهم الرسول، طلبوا كذلك يعني الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، لغفر الله تبارك وتعالى السيئة. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله يغفر الذنب صغيره وكبيره بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة له سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن يجتنب المؤمن الكبائر فيكفر الله تبارك وتعالى عنه الصغائر، وهذه الصغائر عمل يومي، فإذا اجتنب الكبائر أزال الله تبارك وتعالى عنه الصغائر لم يحاسبه عنه، كما قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم الصغائر، إن ربك واسع المغفرة. فهذا من سعة مغفرته سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الأمر الآخر الطاعات، الطاعات كفارة، وخاصة الفرائض العظام، مباني الإسلام، مباني الإسلام كفارات: تحقيق التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل كفارات. إقامة هذه المباني كفارات. ففي تحقيق أشهد أن لا إله إلا الله شاهد حق: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي الصلاة يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أرأيتم لو أن نهرا جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. فقال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بها الله الخطايا.
في الزكاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكان إذا أتى الصحابي بصدقته للنبي يدعو له النبي يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الصوم يقول النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من ذنوبه. فمباني الإسلام هذه كفارات، هي درجات وطاعات، وهي كفارات للذنوب. ثم الموالاة بين الطاعات، إذا وليت بين طاعة وطاعة غفر لك الله تبارك وتعالى ما بينهما، كما جاء في الحديث: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فالموالاة بين الطاعات كفارة. أعمال مخصوصة، الأعمال المخصوصة هذه مباني الإسلام. أعمال مخصوصة كإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين خالصتين لله لا يحدث فيهما نفسه. حديث عمر بن الخطاب في الصحيح قال: من توضأ نحو وضوئي هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الأعمال العظيمة أعمال كثيرة بين فيها النبي أن الإنسان قد يعمل عمل صغير مشكور فيغفر الله تبارك وتعالى، كما في الحديث أن رجلا رفع شوكا من الأذى عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له، ورجل زار أخا له في الله فشكر الله له فغفر له، ورجل سقى كلبا يأكل الثرى من العطش فشكر الله له فغفر له. فهذا أمر عظيم، قد يؤدي المؤمن عمل صغير قليل لكنه عمل مشكور، عمل عظيم يدل على إخلاص نية، على همة، على طيبة، على أنه يفعل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى وتوجهه فيه لله فيشكره الله تبارك، عمل قليل لكن يشكره الله، يعني يعطيه على هذا العمل القليل هذا الجزاء العظيم منه جل وعلا. كذلك مما يكفر الذنب دعاء الصالحين، شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، دعاء العبد الصالح، فإن العبد الصالح إذا دعا لأحد بالمغفرة كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: إذا جاء أمداد اليمن فاسأل عن رجل اسمه أويس بن عامر، قال له: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان في خلافة عمر بن الخطاب كلما جاء أمداد اليمن، يعني في مرورهم إلى جبهات مفتوحة للمسلمين في الشام وفي مصر وفي العراق وفي فارس، يسأل عن هذا أويس بن عامر القرني، إلى أن وقع عليه فقال له: أنت أويس بن عامر كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ فقال: نعم. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول، وذكر له هذا: وإذا جاء رجل بار بأمه لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له: استغفر له. فاستغفر له، ثم قال له: أين تريد؟ وين وجهتك؟ قال: وجهتي الكوف. فقال له: أكتب لك لعاملها؟ فقال: لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، يعني عوام الناس. فذهب. وكان عمر دائما السؤال عنه، فلما جاء رجل من أشراف يعني هذه القبيلة فسأل عنه، قال له: والله هو بحال رثة وبه بيت رث. فذكر له عمر بن الخطاب لهذا الرجل الشريف في هذا القبيلة، ذكر له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع لقي أويس وقال له: استغفر لي. قال له: أنت يعني حديث عهد بسفر صالح، فاستغفر لي أنت، يعني أنت أولى تستغفر لي. فقال له: استغفر لي. قال له: أنت حديث عهد بسفر صالح، فاستغفر لي. ثم قال له أويس: ألقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له. ثم بعد ذلك خشي أن يفطن له الناس ويفتنوه ففر على وجهه حتى لا يعني يعلم به أحد. الشاهد على كل حال في الحديث استغفار،
استغفار المؤمن لأخيه ما من مسلم يصلي عليه 40 إلا شفع فيه. باب على كل حال من باب مغفرة الذنب والخروج منه توسل الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين من مجاب الدعوة من الذين جعلهم الله تبارك وتعالى من الذين استجيب الله تبارك وتعالى. فإذا النبي قال في أويس قال لو أقسم على عبد لو أقسم على الله لا أبره. هذه بعض الوسائل التي أرشد الله تبارك وتعالى إليها للخروج من الذنب. وبعد ذلك المؤمن يجب أن يكون على يقظة دائمة من المعصية، يخاف من المعصية خوف من عدو، لأن المعصية تأثرت تقع في الأثر والشيطان يستزلك ويأخذك حتى يقع في المعصية، كما قال تبارك وتعالى في شأن آدم وزوجه قال فأزلهما الشيطان عنه، يعني طلب زلة القدم، والزلة اللي هي الزلق، فالشيطان يستدرج العبد حتى إذا زل وقع وارتهن. المؤمن الموفق يخرج من هذا القيد، والغافل اللاهي يذهب مع الشيطان. فالمؤمن يجب أن يكون يقظ لهذا العدو، لأن الشيطان كما قال النبي الشيطان الذئب ابن آدم، وإنما يأكل الذئب من الغنم الخاص. الذئب الغنم يجلس يترقب، اللي تزل الغنم الذي تبتعد عن القطيع يقوم يهجم عليه، ما يهجم في وسط القطيع، وإنما يدور اللي تشرد بعيد. والشيطان جالس يقتنص، فإذا اقتنصك أما المؤمن حذر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان من؟ إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يستدرج الشيطان فيأخذه معه خطوة يذهب. فعندنا شيئين كذلك للخروج من الإثم. الأول اليقظة الدائمة، تيقظ مؤمن يقظ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا شنو؟ تذكروا أن الوقوع في المعصية معصية، وأنها ارتهان، وأن يصبح هناك سلطان لله تبارك وتعالى عليه بالعقوبة، كما قال تبارك وتعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، محذرا من ذنب اتخاذ أولياء أعداءه أولياء. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني إذا فعلت وقعت في هذه المعصية أصبح لله عليك سلطان بالمؤاخذة، أصبح خلاص وقعت ارتهنت بالذنب. فعند ذلك يكون هناك يعني تؤاخذ به، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني سلطانا مبينا ليعاقبكم به، فهي تحذير الله تبارك وتعالى. ولذلك الله يحذر من الذنب، يقول احذر، كما قال تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هل رجلوا؟ نعم. طيب خالف، قال جل وعلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، خلاص قطعت صلتك بالله بعدما كنت ولي لله، خلاص قطعت هذه الولاية. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه رخصة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. انظر التحذير، ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم من نفسه من عقوبة، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم. فهذا تحذير الرب تبارك وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه مرة ثانية، والله رؤوف بالعباد. فهي تحذير الرب تبارك وتعالى، يقول احذروا العقوبة، هذا النهي موجود فاحذر العقوبة. فقال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ماذا؟ تذكروا الرب وأن معصيته شيء عظيم فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي شوراه ثم لا يقصرون. ولذلك أرشد الله تبارك وتعالى إلى قطع حبل المعصية. مستيقظ لين اليقظة الدائمة، اتخذ الإنسان إذا جاء لم بالذنب يبتعد،
وقع في مجال أحسن بها وأتبع السيئة الحسنة تمحو، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرة. من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، دع للقمار اذهب للصلاة، ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فرار من المعصية إلى ضدها في الطاعة، فالصدقة ضد القمار، فإذا القمار حرام والصدقة طاعة لله عز وجل. إذا وقعت في هذا من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، لأن هذه ضدها، طاعة المضادة لهذه. ومن حلف باللات والعزى هذا شرك، فليقل لا إله إلا الله هي توحيد. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يجب أن تكون المؤاخذة بالذنب نصب العين. المؤمن هكذا، المؤمن ذنوبه يراها كالجبل تريد أن تسقط عليه، وأما الكافر والمنافق فيرى ذنبه كذباب. وما أسهل إبعاد الذباب عنك بإشارة من اليد، بمجرد ما تشير باليد يهرب الذباب. فالمنافق يظن ذنبه على هذا النحو، وأما المؤمن لا، يظن أن ذنبه جبل فوق رأسه ويوشك أن يقع عليه. وطبعا إبعاد جبل واقع أو قائم على الرأس هذا شيء عظيم جدا. فهذا حال المسلم مع الذنب وحال المنافق مع الذنب. ثم كلما عظم الإيمان كلما عظم تقتل الذنب، وكلما قل الإيمان كلما قل تقتل الذنب، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها من العظائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هو حي وأنس عمر يقول لبعض الناس الذين لم يعني يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفوزوا بالصحبة، يقول لهم إنكم لتعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني في عينك صغيرة جدا ما شعرة ما تسوي شيء. يقول وكنا نعدها من العظائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مع تنامي النظر إلى المعصية، تنامي الإيمان يصبح الذنب وإن كان قليل يصبح عظيم، ومع فتور الإيمان وقلته يأتي الإنسان بالعظائم ويظن ما سوى شيء. ما سوى شيء. فيا إخوة أرجو أن تقدروها، وأن ينظر كل منا إلى صحيفة نفسه، صحيفتك انظر فيها، حاسب نفسك من الآن قبل ما تعرض صحيفتك ستفتح لك وستوقف عليها. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه آيات عظيمة في الوعظ، يعظنا الله تبارك وتعالى بها وعظ مباشر منه إلى كل واحد فينا، بل كل واحد ممن أرسل وأنزل هذا القرآن لهم، أمة محمد كلها بعربها وعجمها وشرقها وغربها وكل ألسنتها، هذا القرآن نذير للعالمين. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني كل واحد ينظر إيش اللي قدمه لغد من الخير والشر. فإن كان فيه خير يبقى يزداد، كان فيه شر يفر، كيف يمحو هذا من صحائفه. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا المآل، هذا مآل كل، يا بالجنة يا بالنار، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم الله يقول هذا القرآن، يعني هذه الآيات لو نزلت على جبل تحذره هذا التحذير ما ينام الليل، الجبل ما ينام، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يخاف. لو قيل له أيها الجبل، قيل له والله يخاطبه أيها الجبل ترى الأمر كذا وكذا، عليك تفعل كذا وعليك تفعل كذا واحذر،
إما أنك تكون جبل في الجنة ولا تكون جبل في النار، ما ينام الليل الجبل، ما ينام الليل. لكن الإنسان أشد قسوة من حجرة الجبل. فلنقرأ هذه الآيات، وليعرف كل منا ذنبه، ويعرف أن الذنب مرة ثانية مخالفة أمر رب تبارك وتعالى، وكل مخالفة ارتحال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا وإياكم من الذنب كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. يسأل أحد الإخوة يقول: ما واجب المسلمين نحو إخواني في فلسطين وما حدث من انتهاكات من اليهود مثل الأقصى من قتل وتشريد؟ يمكن أجبنا عن هذا السؤال ومجموعة أسئلة نحوه اليوم في الأسئلة المقدمة في خطبة الجمعة، يعني أرجو لأن الوقت ما يتسع بالتفصيل للرجوع إلى هذا. وخلاصة الأمر أن طبعا ما يحدث الآن هو نتيجة تفريط الأمة في الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليها بأن تجاهد في سبيله، الجهاد لتحقيق مصالح عظيمة جدا، أولها الدفاع عن المسلمين. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن ندافع عن أنفسنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن إخواننا، وجعل عدم دفاع المؤمن عن نفسه جريمة من الجرائم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، والجهاد حتى لا تكون فتنة، قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمة لما فرطت في الجهاد طبعا أذلها أعداؤها وجاؤوها. مشكلة فلسطين ليست بنت اليوم، مشكلة فلسطين الموجودة الآن هذا نتيجة تخطيط من العدو منذ نحو 100 سنة، وقد وضع الأمر ديت. والنتائج السيئة التي وصل إليها المسلمون بتمكين اليهود في هذه الأرض وتشريد من شردوا فيها وإذلال الدول العربية كلها لتذعن بما يسمى بصلح دائم وسلام مع إسرائيل، وهذا ليس طبعا صلحا ولا سلاما، وإنما هي يعني معاهدات تفرض الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن كون اليهودي يقر على أنه لا يحارب أبدا هذا تنازل عن يعني عن الحق، وأن المعاداة بين المسلمين والكفار. وقد بينا في حكم هذه المعاهدات القائمة أنها معاهدات باطلة، لا يجوز المؤمن أن يعتقدها فضلا عن أن يعني يشايع فيها ويقرها. أقول هذا نتيجة عمل، وأول هذا التفريط هو التفريط في الجهاد في سبيله الذي يقع الآن ذل ومهانة، وهذا ليس وانتفاضة كانتفاضة المكبل والجريح. والشعب الفلسطيني قد انتفض مثل هذه الانتفاضات من يوم ما يعني غزا اليهود أرضه وبدأوا يجوا تحت الحماية البريطانية بعد سقوط الخلافة العثمانية التي وقفت السد. اليهود يحاولون الرجوع إلى فلسطين منذ أن خرجوا، ومنه شتته الله في الأرض. محاولاتهم الدائبة كانت بدأت في من أول عهد السلطان سليم العثماني، وفطن العثمانيون طيلة أكثر من 300 سنة لمكر اليهود، ولذلك كانوا يمنعون اليهودي من أن يأخذ تأشيرة لدخول الدولة العثمانية إلا لمدة شهر فقط، وأما بالنسبة لفلسطين بالذات 15 يوم فقط يبقى فيها اليهود. وآخر خليفة من خلفاء العثمانيين هو الخليفة سلطان عبد الحميد، جاء اليهود وطلبوا منه بأنهم يسمح لبعض اليهود بالهجرة إلى فلسطين، ويعطوه في مقابل هذا جمعوا له 20 مليون جنيه ذهبي في ذلك الوقت، والخزينة كانت تعاني من نقص. فقال: لو قطعت يدي لا يمكن أوقع لكم على هذا، ولا أبيع شبر من أرض يعني المسلمين، هذه إنما هي يعني، قال هذا لا أدنس شرفي وشرف آبائي الذين دافعوا عن هذه الأرض، ولا أسمح لليهود، علما اليهود كل كان طلبهم أن يأتوا ويعيشوا جنب طبرية في مكان مستنقعات ويصلحوه ويسمح لهم بس بالهجرة والسكن فيها، قال لا يمكن أسمح لهم بهذا. ثم على ذلك مقام الحرب العالمية
وقامت هذه الدول الجديدة وجاء الاستعمار البريطاني ووضعت فلسطين تحت الحماية، بدأت الهجرات اليهودية تأتي. انتفض أول الشعب الفلسطيني، انتفض منذ ذلك الوقت وإلى هذا، لكن انتفاضة كانتفاضة المكبل والجريح مثل ما تشوفوا الآن، أطفال صغار وكذا وكذا وكذا، واليهود مدججين بكل أنواع الأسلحة ويقتلونهم مثل ما تقتل أنت الطير في 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 في, في الفناء. الحل ليس بأي شيء بأي صراخ، الحل لا بد من الجهاد. الجهاد لا يمكن أن يعني تنصلح حال الأمة إلا بالجهاد والقتال في سبيل الله. يوم ما قاتل يعني الأفغان هزموا روسيا التي جاءت بدباباتها وكذا، لكن يوم ما قاموا فيها دمروها وأزالوها. شيشان أمة صغيرة ولكنها صار لها 600 سنة تجاهد الروس، واليوم ولليوم بتجاهدوا لإخراجهم عشان يخرجوهم من دول إنهم كفار المسلمين، وضحوا تضحيات كثيرة. شعوب هذه المنطقة كلها وقعت في يوم من الأيام تحت الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي وغيرها، لكن الأمة جاهدة. جزائر حاربت الفرنسيين وقدمت أكثر من 1,000,000 شخص حتى أزاحت الفرنسيين، ولو أنها استسلمت وجلست ما خرج الفرنسي من 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 أرضها. لا يمكن، لا مجال إلا بالجهاد. الأمة لا تقوم، هذه الأمة لا تقوم إلا بالجهاد، بالجهاد الحقيقي. أما يعني إيش اللي يمكن نجمع تبرعات ونوديها، بس أنا قد أفتيت قبل هذا أنه لا يحل أن يوضع قرش واحد في يد منظمة التحرير الفلسطينية قبل هذا الكلام، هذه لأنها تقود الأمة إلى الضلال. دول مجموعة من الحرامية والنصابين، وهم الذين أودوا بالشعب الفلسطيني إلى هذا، وإنما لنصرة الشعب نفسه ووقوف معه والجهاد معهم. على كل حال بينا هذا في يعني بيان أطول من المقام الآن. شاب يقول أنه يحافظ على الواجبات ويؤدي كثيرا من النوافل، إلا أنه يقول لا يستطيع ترك ذنب من الذنوب وهو النظر إلى النساء بأنه متزوج وعنده أبناء. مرض الشهوة، هذا مريض، فهذا يجب أن يعالج نفسه من هذا المرض. والذنب والنظر إلى النساء والاستمتاع هذا زنا، يعني الزنا أنواع، النظر زنا كما قال النبي العين تزني وزناه النظر، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك ويكذب. والنظر كبير كما قال جل وعلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، وقال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا لابد أنه يتوب. وإذا يعني الزواج هو على كل حال يعني يساعد على غض البصر، فقد قال تبارك وتعالى وإذا يعني سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا نساء النبي لستن كأحد من نسائين اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، وقلن قولا معروفا. فهذا المريض لابد أنه يعالج نفسه. يلاحظ في الآونة الأخيرة أن كثيرا من الشباب وخصوصا صغار السن يلبسون ثياب اللي هي الدشداش الضيقة حيث أنها تبرز ملامح الجسم وتكون فتنة لبعض الناظرين، أرجو النصيحة. طبعا هذه خنوثة وهي أكبر من يعني. مع تحيات تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.